السلام عليكم داود عيال، وحنا دي كلا سوا هذا يا برتمها مجالات هرجيسة ساعات جيس كافري كان حليقا وإلى تمنكي هبين نمو مجالات هرجيسة عاو وحلقو كلا سيحانا يا يدو عند نعيضة سكوعية سياسة الصومالي الآن الحكومة دا يحس بيضا معارضكو أنا وحشي سيلا هاد قارين وحجرتي وانواس عتي نوركي مع الموضوع اللي صور دافي اللي دوني إن هو جميعش معارض كا الحكومة دا اللي سبوك كانوا بس إلى حد وان وانتا وحبا كمي سورو جدين أو وحبا لقوم قوليسين إن وحا إلى حقوق قالي إن وحاقيتين إن مشرح مدحوين نماء حسبقا معارض كا وضاني يقدوميها حسبقا وعود إجنر فيصل على ورابه أي برو ورباهين تلاح اللي دونان حدي عن ساعدها الدبيعة وأنا وحس بدلين إن سيدا اللي حقيتي بري أي ورباهين تلاح اللي دونان وحنا يتاجريا شو دو شيء جدونا موقف كي يقود بدي يقود بي قاتن إن حسب هذا معارض كاي سومالي الآن إن ضد كحقوق قال كاي وحي كل شيء جيا روتي إن وضع هذا الله أي كسر عن لاجي دور قضب ودنع حكومة ذي دنع معارض كبا إن تصالحان بدحينها سومالي الآن وحا ودور بدا يا سيد الله شاقي إن وضع هذا الله دنا أي بلامان صدح يطبعن كا أو ما نتبريه كوب بيجن وحي كذا بيا هل كحسب هذا معارض كنا يدون يان إن كهر وضع هذا الله عسير لجلو نصدح طبعاً كا أو ما نتبريا يدو وحلقوه الشيء أما على الأقل وضع هذا الله عيب بالعمل وشعبك وواجو بريو إن قطب هذا الحي وحكم ده إن حسب هذا معارض كوا أي دور بدا يان إن وضع هذا الله ذن أي طيب كان نقدان بيش عالمك سي أي مخاتيو كان نقدان أو عن دب دمبيو عن دب دبيسان مرنو دعين الكا حكومة دونا أي دور بلا سلسلة على الشيء إن يجو أي سكوك اللي يستان ومعارض كا حكومة دو أي والله الله إن إلى هذا مترتو لبضع دنا عد ورباهين تلا هذا الشيء أو شيكتي إن حلقة أي وجسر لود هاي أما معقول تاي إن وضع هذا الله بلا مان ما أنت بريا شن سنة كهر أي الله دورتين مدحينها سومالي لأن مدن موسى بيحي عبدي إن وحنا يهد إن ما أنت بريا شعب كسومالي لأن أي دور شو دريران balse arintaasi ma ay dhicin xukuumadu waxay doonaysaa in ay ururadu soo hormaraan oo doorashadu ururadu soo horreyso halka xisbiyada mucaaradku ay doonayaan in doorashada madaxweynenimadu ay soo horreyso xaaladda guud ee magaalada Hargeysa way degan tahay wax dhibaato oo ilaa hadda dhacay ama la sheegay oo dhacay ma jirto xaaladda nabadgelyo ee magaaladuna waa ay wanaagsan tahay wixii warara ee soo kordha halkan ayaad kala socon doontaa